مرحبا ويسعد لي اوقاتكم ويا رب تكونوا جميعا بألف ألف ألف خير. هلا هذا الفيديو برأيي أنا كتير كتير مهم كونه رمضان جاي على البواب. كل عام أنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان. إن شاء الله يا رب يكون هذا الشهر شهر خير وفرج عليكم وعلي. هلا الكل بده الطريقة طريقة خميرة البير برمضان. هذا الفيديو حأحكي فيه عن طريقة برمضان مع بعض النصائح عن حبوب خميرة البير. فقبل ما نبلش يعني مو مشترك بالقناة يشترك ودعموني بلايك ويلا خلينا نبلش. بين الحلم والواقع في شعرة تفصل عن الحقيقة خفايا واسرار. يسعد لي اوقاتكم عن جديد حبايبي. هلا الكل بده الطريقه بشهر رمضان، طريقه حبوب خميره البير برمضان. حقول الطريقه، بس قبل ما اقول الطريقه حقول شغله مهمه. هلا انا بزماناتي بفيديو الطريقه تبعيت حبوب خميره البير انا قلت انه الدهن او الدهون اللي موجوده بالجسم او الفات او الفيت الموجوده بالجسم تخرج 80% منها تخرج عن طريق التنفس بتتحول لثاني اكسيد الكربون و20% بيطلع عن طريق التعرق او بالمرحاض. الله يعزكم. ف بعض المتابعين او بعض الناس صارت تشكك بهذا الكلام، شو عم يحكي هاد وشو هالسخافه هي، قال الدهون والله بيطلعوا من طريق التنفس وما بعرف شو. راحت الايام واجت الايام صار على اليوتيوب وعلى التيك توك من بعد ما شافوا الفيديو تبعي وكلامي صاروا يقولوا صح الدهون تطلع عن طريق التنفس تتحول لثاني اكسيد الكربون ما بعرف شو. صارت الناس تشوف، صارت الناس تسمع لدكاتره والدكاتره تاكد المعلومه اللي انا قلتها. فبعض الناس صاروا يبعثوا لي والله العظيم يا محمد معك حق، انت كلامك صحيح لانه عن جد الدهون طلعت بتطلع عن طريق التنفس. فأنا كل شيء بقوله بكون واثق منه 100%، وهي هي الطريقة العلمية. يعني أنا مو جايب شيء من عندي أو من بيت أبي. فالدهون تخرج من الجسم 80% منها عن طريق التنفس و20% عن طريق التعرق أو بالمرحاض. هي انتهينا منها. بنيجي على طريقة الحبوب أو خميرة البير. هلأ أنا عم بحكي راح حط تجارب الناس هون أو هون يلي نحفوا على طريقة حبوب خميرة البير وصلوا للوزن المثالي وثبتوا وزنهم وكل أمورهم تمام. حاحط لكم هون تعليقات وتجارب الناس عشان تستفيدوا وتتشجعوا. انا رح خلي الطريقة عشان تتحمسوا شوي للاخير. بدي اقول كم نصيحة عشان تتفادوها وما تخربطوا وتمشوا صح. هلأ السؤال الاول انه انا بقدر اشرب طول اليوم سوائل، يعني بقدر اشرب مي، انا بحب المي، بقدر اشرب طبعا مع الطريقة اللي انا شارحها بفيديو سابق لخميرة البير. بصير نشرب نحن طول اليوم سوائل، ماء، زهورات، شاي، نسكافيه بلاك أسود بدون مبيض بدون حليب بدون سكر طول اليوم، قبل الحبة وبعد الحبة، قبل الغداء وبعد الغداء بصير نحن نشرب سوائل طول اليوم. هي انتهينا منها. هلا في سؤال كمان تاني وأنا سبق وجاوبت ووضحت على صفحتي بالتيك توك
انه انا بدي اخذ فيتامينات، فيني اخذ فيتامينات، فينك تاخذي فيتامينات بعد وجبه الغداء، بين وجبه الغداء ووجبه العشاء فينا نحن ناخذ الفيتامينات. سؤال مهم كتير وتكرر عندي، فيني اخذ انا الكولاجين، حب الكولاجين؟ ايه فيني انا اخذ حب الكولاجين. انا شخصيا باخذ حب الكولاجين قبل ما نام، باخذ الحبه وبنام. الكولاجين له طريقة، اللي حابب يشوف الطريقة في فيديو عندي هون على القناة موجود أو شارح أنا كيف الطريقة، أشكاله، أنواعه، فوائده، من وين منجيبه، شو هو الكولاجين. هاي انتهينا منها. هلأ سؤال كمان حيجي، ليش هذا أكيد كلياتكم ناطرينه هذا السؤال، اسمعوا وفتحوا إذنيكم منيح. أنا عم بستخدم نظام حبوب خميرة البير، أو أنا عم بستخدم نظام كل 3 ساعات وجبة، أو أنا عم بستخدم نظام الملفوف، أو أنا عم بستخدم الصيام المتقطع. كل الطرق عندي هون على القناة موجودة بفيديوهات. ليش أنا عم يتغير المقاسات عندي بس ماني عم بنحف على الميزان؟ يعني رقم الميزان 70 كيلو، انا مثلا وزني 70 ما عم يتغير، صلي اسبوع او اسبوعين انا ماشيه او ماشي صح، بس قياسات البنطلون والكنز كتير تغير، انا حاسس حالي او حاسس حالي ضعفت بس الرقم على الميزان ما عم يتغير. ليش؟ حجاوبكم انا بس بالجواب الشافي الوافي. اول شيء في عنا عدة احتمالات. بيكون اول احتمال حبس سوائل بالجسم. الجسم كتير ذكي مثل ما حكيت سابقا، بيحبس السوائل فيه عشان اعضاء الجسم تضل عم تشتغل. او في احتمال نحن وقت منكتر كتير ملح او ناكل اشياء مالحة، المي بتتخزن بالجسم مما يؤدي الى زيادة بالوزن، مما يؤدي الى تضخم بالايدين او الرجلين، يعني زيادة الملح مساوئ. فهذا الشيء ما بيخلينا نحن نخسر وزن على الميزان لانه عنا نحن سوائل كتير بجسمنا، الملح خزنه، لهيك مقاساتنا تغيرت بس السوائل موجودة. شو بدنا نعمل بهاي الحالة؟ بتشربوا أي شيء فيه كافيين عالي مثل النسكافيه، مثل القهوة، مثل الشاي الخضرة، بتشربوها بدون سكر بدون أي شيء. أول ما بتصحوا من النوم على معدة فاضية مرة واحدة، أنا ما عم قلكم كل يوم، مرة بس تشربوا قبلها مي، تشربوا فنجان قهوة مرة، وبتنطروا 5 ساعات الكافيين مدر للبول مما يؤدي إلى خروج السوائل بجسمنا. هلأ الاحتمال الثاني، وهو أنه كل الطرق اللي أنا شارحها هون على القناة فيها رياضة، ممارسة الرياضة، إما مشي سريع، إما تمارين، إما رقص نص ساعة. فليش انا عم بنحف وعم يتغيروا مقاسات تيابي بس على الميزان انا ما عم ينزل وزني، الرقم ثابت؟ بيكون الدهن عم يتحول لعضل، وهذا الشيء ممتاز جدا. فلا تخافوا، نحن يعني الناس بتدفع ملايين دولارات او الوف الدولارات لتعمل عمليات لتحول الدهن لعضل، وانتو بهي الطريقة عم يتحول الدهن يلي بجسمنا لعضل، ومما يؤدي الى نحنا ما بقى حنرجع نسمن لانه الدهن يلي عنا تحول لعضل. هذا هو الاحتمال يلي انا برجحه 80% و20% هو احتباس السوائل. فالناس يلي عم تنحف وعم يتغير مقاسات تيابها وما عم ينزل رقم عندها على الميزان، انطروا اصبروا، الجسم عم يحول الدهن لعضل، والعضل مفيد جدا للجسم. ونحن بالتالي ما رح اذا وقفنا الدايت او وقفنا حبوب خميرة البير ما رح نعود نسمن لانه ما في دهن بقى. يعني لا تزعلوا ولا تخافوا، وبدها شوية وقت وصبر
لجسم يستوعب شو عم بيصير. يعني احنا عم نعمل دايت وعم نعمل نظام وعم ناكل بوقت معين ونتعشى بوقت معين وعم ياخذ الدهن ويحوله لعضل، بده وقت بس الجسم ليستوعب شو عم بيصير ليبلش يصرف الدهون يطرح الدهن. في كتير اشخاص وانا شاركت تجاربهم عندي على التيك توك، هن اغلبيتهم شباب، كمان اسبوع اسبوعين ثلاثه نحفوا تغير مقاسات ثيابهم، يعني اللي كان يلبس 34 صار يلبس 30 او 29 مقاسات البناطرين، بس على الرقم على الميزان ما عم يتغير. فمن بعد ثلاث اسابيع عم ما لقوا غير 3 كيلو بالاسبوع، هروا 4 كيلو 5 كيلو دغري، هروا 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 هروا. فاصبروا، إرادة شوية، إرادة شوية، عزم شوية، تصميم، نوصل للي نحنا بدنا اياه. ما في شيء بالسهل. الطلعة بالوزن كتير سهلة بس النزلة صعبة. فهذا السؤال بتمنى بتمنى انكم تستوعبوه جيدا وتستوعبوا شو عم بحكي انا. وبعتذر كتير لاني عم طول الفيديو، بس كتير مهم اني اشرح لانه معظمية اغلبية الرسائل هي عن هذا السؤال، انه انا عم يتغير مقاسي بس ما عم ينزل الرقم على الميزان. ولا ترهن او لا ترهني حياتك برقم على الميزان، طول ما صحتنا جيدة ونحن عم ناكل أكل صحي وماشيين بشكل سليم وعم نلعب رياضة وعم نتغير مقاساتنا، أمورنا بألف ألف خير. هلأ السؤال كمان مهم، إنه أنا وزني ثابت، ليش وزني ثابت ما بقى نزل؟ نحن متى ما ثبت وزننا عزيمتنا قلت، إرادتنا ضعفت، صبرنا قل. فلا تخلي ثبات الوزن يقلل من عزيمتك. في عدة احتمالات لثبات الوزن، وهو إذا نحن بناكل وجبة واحدة فقط. أنا كتير بنبه وكتير بشدد إنه لازم تمشوا على الطريقة اللي أنا شارحها 100%، وجبة غداء ووجبة عشاء. ما في والله أنا بس بدي وجبة عشاء أو وجبة غداء ما بدي أتعشى، ما في. لا تعملي الطريقة انت او انتي، اذا ما رح تمشوا على الطريقة صح ما حتنحفوا. لا تعذبوا حالكم، الجسم حيحتفظ بوجبة وحدة هي الغداء وما بقى حيطرحها. وبتجوا بتقولوا لي ليش جسمنا ثابت، ليش معند؟ طيب يا جماعة يا حبايبي، اتغدوا وبعد 3 ساعات 4 ساعات تعشوا، اضحكوا على الجسم بوجبة صغيرة وتعشوا هي الوجبة عشان يطرح الوجبة الأولى ويستخدم الوجبة الثانية. فلازم تمشوا على الطريقة اللي أنا شارحها صح 100%. سؤال مهم كتير كتير، بعض الرسائل أو بعض الأشخاص بيقولوا لي محمد ليش أنت عم تقول لأشخاص خدوا حبة وحدة، وليش لأشخاص حبتين، وليش لأشخاص حبة نص حبة، وليش لأشخاص 5 حبات؟ حبايبي رح أشرح لكم ليش. المنتج اللي أنا منزله هو من الدي ام، أنا بعرف عياره، لهيك أنا بعرف إنه هالخمس حبات قديش بيطلعوا. فوقت حدا بيبعت لي صورة الحب موجودة عليه مثلا عياره 500، بقول له خد حبة وحدة، أي كل حبة من هذا الحب يلي عندك يلي عياره 500 تعادل 5 حبات من عندي. أو مثلا العلبة عند أهل الأردن، أهل النشامة، بوجههم تحية وبوجه تحية لجميع البلدان لكل المتابعين عشان ما حدا ينطلي هلأ وجهت للأردن وما وجهت لما بعرف شو. حبايبي أنا بوجه تحية وبحب الجميع وما عندي شيء ضد الجميع. فعم بعطي مثال لأهل الأردن، عندهم النوع اللي فيه عياره 400، عياره 400. فأنا شفت المكونات يلي بقلبه، أحياناً بقول لهم خذوا حبة وحدة، أحياناً بقول لهم خذوا حبتين. ليش؟
لانه الحبه الوحده بيكون احيانا احيانا بتكون الحبه نسبتها نسبه خميره البير فيها قليل، بيكون فيها خميره البير او فيتامين او معادن او مغنيسيوم او زنك او اي شيء. لهيك احيانا بقول لهم خذوا حبتين او احيانا بقول لهم خذوا حبه وحده. لهيك انا بقرا دائما المكونات الموجوده بقلب العلبه. مثلا اهل السعوديه بيبعتوا لي المنتج مثلا الاحمر، هذا بعفه، هذا الحبه وحده صافيه منه خميره البير، ما فيها اي شيء ثاني. لهيك بقول لهم حبه وحده عيارها 600 اي تعادل 5 حبات من المنتج اللي انا منزله. هلا في اشخاص عندهم عيار 1600 بقول لهم خدوا نص حبة أو حبة يوم تاني يوم ما تاخدوا، يعني يوم ايه يوم لا، يوم ايه يوم لا، حسب كل شخص وكل شخص شو ما يلاقي عنده. أنا ما بدي صعبة عليكم، فما بيختلف غير التغليف يعني الشركات المصنعة والعيار فقط. وفي شركات بتدخل بقلب خميرة البير فيتامينات ومعادن فقط، يعني ما في اي اختلاف. هلا بينطل لي حدا بيقول لي ايه انا بدي اخذ حبتين، اذا انا قلت لك خذ حبه بتاخذ حبه، اذا قلت لك خذ حبتين بتاخذ حبتين. انا مش مسؤول عن الشيء اللي بده يصير، ممكن تسمني ممكن تسمن، فالتزموا بالطريقه الصح وبالشيء اللي انا عم احكيه. إذا عيار الحبة من فوق 500 600 650 خدوا حبة واحدة فقط باليوم فقط، ما تاخدوا أكتر. إذا 1500 حبة يوم أي يوم لا، من 300 وطلوع كمان حبة، والأفضل ترسلوا لي صورة لشوفها. فهيك أموركم بتكون بخير. هلأ منيجي على البارت المهم، الطريقة بشهر رمضان الفضيل كيف بتكون. قبل ما قلكم الطريقة بس بدي قلكم رأيي، أنا بصراحة ما بفضل ولا أي نظام يكون برمضان. أنا كمحمد ما بفضل ولا أي نظام يكون برمضان. أنا سبق ونزلت فيديو على التيك توك على حسابي وحكيت هذا الشيء. في ناس خلص ما بدها ماشية وعم تنحف وامورها بخير، حابة كمان، يعني انا بفهمهم وبحس فيهم الاشخاص اللي باقيلهم 5 كيلو او 4 كيلو او 3 كيلو بدهم يخلصوا يرتاحوا. انا ما بحبز، بس رغم هيك رح قلكم ليش ما بحبز، لانه شهر صيام وشهر عبادة وشهر منكون كتير مستنفذين طاقتنا باليوم، يعني محتاجين غذاء ومحتاجين شرب، فكمان دايت. فأنا ما بحبز، يعني إنه نقطع السكر نقطع المقالي نقطع الحلويات اللي فيها كتير كالوريز، نقطع المشروبات اللي فيها كمان كتير سكر، فإنه نخفف أكل، ناكل شيء صحي على وجبة الفطور، نفيد جسمنا. هذا برأيي أفضل دايت بشهر رمضان. بس رغم هيك حقلكم الطريقة لحبوب خميرة البير في رمضان في شهر الفضيل أثناء الصيام، وهي عند أذان المغرب مش عند السحور، عند أذان المغرب بناخد الخمس حبات من المنتج تبعي او الحبة الوحدة اللي انا قلت لكم عليها اذا كان عياره قوي، ناخد الحب عند اذان المغرب عند وقت الافطار وقت المدفع ما بيضرب ومنصير منقدر نفطر، ناخد الحب ومنشرب مي ومننطر نص ساعة بعدين بناكل. كتير سهلة. عند أذان المغرب بناخد الحب بنشرب مي، ولبين ما نرتب الصفرة ولبين ما نشرب مثلا القهوة لبين ما نصلي صلاة المغرب بتكون مرقت نص ساعة، لبين ما نجلي الطناجر مرقت النص ساعة ومنقعد بناكل برواء وبأريحية من الفطور. بعد الفطور بتحسبوا 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، كل شخص
مثل ما بيحب. من بعد الفطور بثلاث ساعات او اربع ساعات او خمس ساعات وبتتعشوا العشاء اللي انا قلته، يا سلطة يا فواكه يا شوفان. ما في حدا يقول لي هلا انا بحط علبة لبن او علبة زبادي مع كتان وبزبط كتان او العشاء يلي قلته انا. صحن سلطة كبير بضلوا بتاكلوا لا تشبعوا، صحن فواكه او خمس معالق شوفان مع حليب خالي الدسم. للاشخاص يلي قاموا على الفطور ما قدروا ياكلوا كتير، فينهم بوقت العشاء مع صحن السلطة يحطوا علبة طون بالمي، فينهم يحطوا قطعة دجاج، فينهم يحطوا بيض مسلوق، فينهم يحطوا أفوكادو، فينهم يحطوا توست أسمر مثلا، قطعة جبنة لايت يترموه وحطوا بقلب السلطة. بيصير للأشخاص يلي ما شبعوا او ما اكلوا كتير على وجبة الفطور عند اذان المغرب، بصير بوقت العشاء بصحن السلطة نحط مثلا بيضتين مسلوقات او نص علبة طون او نص حبة افوكادو، يوم هيك ويوم صحن فواكه ويوم شوفان. الشوفان منحط فيه حبتين لوز، حبتين جوز، حبتين تمر. بصير بين فترة الغداء والعشاء ناكل تمر حبتين ثلاثة، مسمح لكم للخمسة، بوب كورن بوشار مع كاسة متة رائعة. بصير مثلا حبتين تين مجفف، حبتين مشمش مجفف. بصير كمان ترمس، مين ما بيعرف الترمس. بصير ناكل زبدية صغيرة بين وجبة الغداء وبين وجبة الفطور وبين وجبة العشاء. كمان بصير فينا نشرب شو ما بدنا بدون سكر. هلا بتقولوا لي انا بدي اشرب عصير، ما في عصير الا وفيه سكر الا اللي انا نزلته باخر فيديو عندي على التيك توك، هو شغل او هو عصر بيت، يعني اشخاص عاصرينه بيوتهم او بالمصنع تبعهم وما فيه اي اضافات، ورغم هيك مسموح انينة صغيرة تشربوا منها. فهاي هي الطريقة بشهر رمضان الكريم. الفيديو اللي بعده هحكي عن طريقة تثبيت الوزن بحبوب خميرة البير. يا رب ما كون طولت عليكم ومللتكم، وتضلوا بألف خير وتوصلوا هيك للوزن اللي بدكم اياه، والله ينولكم يلي ببالكم، ورمضان كريم عليكم، وبحبكم كتير وسلام.